بدأت أنشطة مؤتمر تقييم التعليم العام في المملكة الذي يحمل شعار مدخل لجودة التعليم وتطويره، ويستمر لثلاثة أيام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين في التقويم ضمن الخطوات الحثيثة لتحقيق الجودة والرقي بالتعليم العام. هيئة تقويم التعليم العام شرعت في أول مؤتمر لها راجية أن يحقق نتائج وتوصيات ومشاريع تضيف قيمة علمية وعملية مع تبني المبادرات الناجحة التي تتعلق بأنشطة الهيئة واهتماماتها، إضافة إلى نشر ثقافة التقويم وأهميته بين الممارسين والمهتمين بالعملية التعليمية فضلا عن فئات المجتمع. أتوقع بأن يكون هذا المؤتمر إضافة بزيادة نشر الوعي والثقافة حول تقويم التعليم وممارساته ونماذجه، أيضا نستفيد من الخبراء أثناء وجودهم في مناقشة نموذج تقويم الهيئة ومعاييرها التي بنيت ويتم تطبيقها في الميدان، وكذلك بناء شراكات استراتيجية على المدى البعيد للاستفادة من خبراتهم. من بين محاور المؤتمر التطوير المهني في مجال التقويم وأثر مخرجات التعليم على الاقتصاد الوطني، وأيضا الاختبارات الدولية. ذكرت أهم التوصيات أن تكون تحديد الاختصاصات بين جهات التعليم المختلفة، وتحديد الأدوار والمهام بطريقة واضحة حتى لا يصير التداخل في المهام، ونوصل بنتيجة جيدة أو ممتازة في مجال التعليم ورفع جودة مخرجات التعليم والتعليم في الدولة كاملة. هيئة تقويم التعليم العام هيئة ذات شخصية اعتبارية ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وقد صدر قرار تأسيسها عام 1434، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي في المملكة. مما يزيد من أهمية هذا المؤتمر إقامته بالتزامن مع إعلان العام الحالي 2015 عام تقويم التعليم على مستوى العالم. حمد بن حسين، الإخبارية، الرياض.